السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله انتوا نمتوا يعني على الحاجات اللي هي كتير دي اول الغلابة، فخلي بالكم يعني مش عايز تاني. الفكرة طبعا انا المواضيع اللي فاتت كلها عن مالتي سكوز دي دومينيتنج، فانا قلت اغير لان احنا فعلا الحاجات البيزك والتراديشنال احنا مش مهتمين بيها، مع ان الحاجات دي اكتر واكتر علاجا واقل تكلفة من اي حاجة تانية. فلو سمحت انا هتكلم كلمتين على الباركنسونيزم. انا كنت قلت الاول محاضره على الباركنسونيزم حاجه اسمها دينوفو باركنسونيزم اللي هي الايرلي ادلت باركنسونيزم، وايضا الانتيجين انتي بودي والاوتو امين بيلعب فيها دور. احنا دلوقتي هنتكلم عن الستيبل ستيج اوف. هنا طبعا ليه بقى بتكلم كده؟ لان احنا فيها ديبيت كتير قوي، امتى هنبدا العلاج بتاع الباركنسونيزم؟ هل هنبدا ايرلي او ليت؟ وهنعمل ايه الحكايه اللي هي اللي موجوده دي؟ طبعا احنا في الديزيز ايرلي ديزيز بيحصل ان في بيحصل ديفيشنسي في الدوبامين. الكلينيشن بيقسموها الى بري موتور وموتور او نون موتور. احنا النون موتور ليه؟ احنا عندنا الاسترياتم نيكروسترياتال ودي فيها فنترال وفيها بوستيرور اسبت. الفنترال استرياتم دي المسؤوله عن البري موتور او نون موتور باركنسونز، لان الباث واي بتاعتها بتطلع من الفنتر استرياتم الى الليمبيك سيستم. فعشان كده في حالات كتير جدا في الباركنسونز ايرلي نون موتور او سايكاتريك مانيفستيشن، والليت وبعد كده بيحصل ليت على الدورزر استرياتم بتروح للكورتكس والفرونتال موتور اريا بيحصل كده. ففي بعض حالات الباركنسونز ايرلي نون موتور او باركنسون سايكاتريك ديس اوردرز، وبعدين ليت اون بتحول الى موتور اللي هي الحاجات المعروفه. وفي العكس صحيح، ممكن تبدا لنا الاول موتور وليت اون اكوردنج للديستنشن او الاكستنشن بتاع الباثولوجي يجي على كل الاستريتم يدينا السايكاتريك مانيفستيشن. عشان كده ما نستغربش لو احنا العيان جانا ايرلي بسايكاتريك مانيفستيشن قبل الموتور او العكس صحيح. في البيشن بقى اللي احنا فيها ستيجز موجوده باثولوجيك، طبعا هي متقسمه على الباثولوجيكال ستيجز. والباثولوجيكال ستيج هو عشان كده كل الديجنتيف ديس اوردر الباثولوجي بيحصل قبل الكلينيكال مانيفستيشن. ايفن الالزهايمر، مالتيبل سكلوزيس، الباركنسونيزم، اي ديجنتيف ديس بيحصل باثولوجي قبل الكلينيكال، بتعتمد على حاجه اسمها الريزرفوار. يعني في الالزهايمر بتعتمد على كونرجيك ريزرفوار يبقى موجود، وعبال ما يخلص الريزرفوار بيحصل. عشان كده احنا قلنا ايرلي ديتكشن اوف ديجنتيف في الالزهايمر، بناخد العيانين ونعمل لهم السي اس اف ونشوف الامايلويد او التاو، ونختارهم من العينين اللي لهم فاميلي هيستوري او بيرسيستنت ديبريشن. فبناخد العين دولت ونعمل لهم الماركر او البايو ماركر بتاع الالزهايمر. برضه في الباركنسونيزم ممكن الباثولوجي يظهر قبل الكلينيكال مانيفستيشن، صارت سايكاتريك او موتور. فالباثولوجي هنا في الاول خالص بيحصل في المظله وبلونجاتا، وبعدين بيحصل بريجريشن تروح على الميد برين، وبعدين في ستيج 4 و6 اللي هي الفيرست بروجريشن تروح للبرينديشن تاور الكورتكس وتدينا الموتور مانيفستيشن. يبقى في اول حاجه في المظله ودي كلينيكالي فري، بعد كده بيحصل الميد برين بتبتدي المانيفستيشن، وفي الاخر خالص اللي هو ثلاثه او رابع ستيج بتروح للموتور اريا في الكورتكس. الكلينيكال ستيجنج طبعا احنا بجينا عيانين كتير جدا في الايرلي، وفي حاجات دي عايزه ملاحظات، وقليل قوي العيانين اللي هم سوفيستيكيت وعندهم ان هم يقول لك انا ايدي ما بقتش تتطوح زي ايدي الثانيه، يعني اللي هو السوينج. والسوينج دي اول حاجه بتحصل في الباركنسونيزم، ويحصل اسيمتري في الفيشيال والتريمور وريزيدي سلونس بتحصل ليت. بعدين بيحصل بعد شهور او بعد سنين بيحصل اللي هي تتنقل من اليونيلاترال الى اكزيال او البايلاترال، بعدين يحصل الريجيديتي والبشر ابنورمال. بشر ابنورمال احنا في حاجات كتير جدا ما يجيناش اللي بعد البشر ابنورمال، يعني يحصل تريمور، يحصل نو سوينج، يحصل ديفيكالتي في البوكينج. اول حاجه يقول لك انا مش قادر امسك نفسي، بتطوح تطويح اللي هي دي، يقول لك انا بنزل زي ما اكون نازل من منزل كده، ودي بتبقى مشكله. ليه؟ دي بيحصل لك كرامبلنج، ويحصل ان هو يقع كتير جدا، ويحصل ريبيتد فولينج، ويبتدي يحصل الكلام اللي هو الموجود ده. يبقى هنا وبتحصل اخر حاجه بنقول ان الليت ستيجز، انما العيان بيفضل يقدر حافظ لوس اوف بالانس والابيلتي تو ميك رابيد اوتوماتيك والدريسنج والهايجين اللي هو الديلي اكتيفيتي ما يقدرش يعملها الاستيج بتاعتها دي. هنا بيبقى بس العيانين بالرغم من كده بيبقى في عين اندبندنت، يعني لا
ما بيعتمدوش، بيبقى عندهم كريبلت وعندهم حاجه بس اندبندنت بيقدر يعمل الحاجات نفسه. انما لو العيان بقى ديبندنت هنا بنقول لاست ستيجز اللي هي ستيج ايه 5. هنا الابيليتي تو اراز فروم تشير خلاص دي كلها كلينيكال. الادفانسد الادفانتج ستيج دي بتحصل خلاص ديسكينيزا وريجيت جامده جدا وبيبقى بيت ريدنج ويل شير. طب ايه الدروباك احنا بنقسمها ليه عشان التريتمنت احنا كل اللي احنا بنعمله ده هاو تو مانج ذا بيشنت. ايه التقسيمه بتاعت الدروباك بتاعت الكلينيكال؟ احنا قسمناها كلينيكال عشان هنبدا ايه في الاول وبعدين في الثاني وفي الاخر هنعمل ايه. الدروباك ان في عيانين كتير جدا ممكن ما ياخدوش بالهم ان هم مروا بالمراحل دي، والدكتور برضو او طبيب برضو ما ياخدش باله ان هو يعمل ايرلي بيك اب اوف ذا ايرلي ساين اوف باركنسونيزم او ليه. دي احد الدروباك بتاعتها. بعدين في اوفر لابنج، يعني الستيج واحد ممكن تبقى على الستيج اثنين او ثلاثه ما ناخدش معنا، فده الدروباك بتاعت ان احنا نقسمها ايه كلينيكال. يعني زي ما قلت لكم حضرتك طيب ابتدوا يعملوا سكيل، السكيل اللي هو اللي موجود دوت ابتدوا يقسموه ويبتدوا سكيل يقول للعيان اذا كان ستيج 1 2 3 لحد 5 اكوردنج برضو لليونيلاترال وديزيز والبايلاترال والبايلاترال ديزيز وموديل تو موديل ديزيز. ابتدوا يقسموا السكيل اللي احنا المعروفه دي. طيب ايه بقى الحاجات؟ احنا قلنا باركنسونيز بيبقى فيه كلينيكال ستيجز واكوردنج للباثولوجي، وقلنا الباثولوجي برضو ده ماشي في ستيجز واكوردنج لكل ستيج بتدينا كلينيكال ريفليكشن على الكلينيكال برزنتيشن بتاعتها. ايه الكومن باركنسونيان ديزيز ريليتد تيرم اللي هو المشهور قوي اللي هو الاون بيريو؟ الاون بيريو دي لما العيان اكسبيرينس جود ريسبونس للعلاج. في حاجه ثانيه اوف بيريو اللي هو الويرنج اوف او العيان لا يستجيب للعلاج. الموتور فلكتويشن والترنيشن ليه بين الاون وبين الايه الاوف. ديسكينيزيا ودي اخطر واخلص وارخم حاجه في الديسكينيزيا دي على فكره. الديسكينيزيا بتعمل مشاكل كتير جدا. ما تبقاش عارف هي الديسكينيزيا دي من اوفر تريتمنت ولا ابتوبامنيرجيك. بعدين هنا بتبتدي العيان ساعات بيتنطروا تبقى مشكله شديده جدا اللي هي الديسكينيزيا، ودي بتبقى شكلها ذكريو السونيك موفمنت. وحتى عيانين كتير جدا بيقول لك في الديسكينيزيا او في الليت ستيج، وبعدين لما تاخد تاريخ المرض تعرف ان هو كان باركنسونيز وانتهى الموضوع على كده، لان بيجي لك العيان كرويك لايك موفمنت او ديستونيك موفمنت ما تعرفش ان هي ديسكينيزيا. ديسكينيزيا ممكن تكون من الدوبامنيرجيك او من الاوفر اللي بيدوبا، وعشان كده ابتدوا يقول لك ان احنا نعمل ليت ليل ديزيز. طيب ايه الاستراتيجي بتاع التريتمنت؟ في استراتيجي فيرست استراتيجي وسكند استراتيجي. اول حاجه ان احنا نقل دوبا لانها بتزود الاماونت اوف دوبامين النيجروستريت، يعني نقل دوبا بتحول الى دوبامين، والدوبامين احنا قلنا بتبقى قليله في الشغلانه اللي هي موجوده. سكند استراتيجي اللي هو دوبامين اجونست اللي هي هتستعوض عن الاندونيوس دوبامين اللي هو ما بيتفرس. ثيرد استراتيجي انهبيتور اوف دوبامين ميتابوليزم، يبقى يا اما بندي حاجه تحول الى دوبامين او بندي دوبامين او بنقلل الميتابوليزم او الرابيد ميتابوليزم او الاكسكريشن بتاع الدوبامين، يعني بنحافظ عليه، نخلي حاجه ما تحولش الى الدوبامين او الميتابوليزم بتاعه فبنحافظ على الدوبامين اللي موجود. اخر حاجه اللي هو النيورو بروتكتيف افكت، ان احنا بنشتغل على الريسبتور اللي بتعمل لنا اوكسيديتيف ستريس او الاستريس زي الادينوزين وزي الجلوتامات وزي الاوبيود لايك نيورو بروتكتيف. مع ان فيها ديبيت على فكره نيورو بروتكتيف طلعت موضه شويه، نيورو بروتكتيف في الستروك وفي المالتيبل سكلوزس وفي الديجن ديسوردر طلعت موضه شويه، انما برضو هم بيستعملوا بامكان عشان نمنع الاوكسيديتيف ستريس. ده الملخص بتاع العلاج كله، وكل خطوه دي اللي هو الستيب تشيز، يعني كل خطوه من الخطوات ديت ليها علاج. يعني احنا بنشتغل على هنا لو خدنا احنا الباس واي من اول سبستانشا نيجرا على الميد برين على كوديت نيوكلاس والكورتكس، كل خطوه من الخطوات دي بنعملها بلوكج لاما بنضيف لاما نقلل الميتابوليزم بتاعت الدوبامين. ولذلك احنا هناك خالص بنقلل الدوبامين اللي هو الكومبت ده وبتقلل الميتابوليزم بتاع الدوبامين، يبقى ندي جرعه صغيره ونديها. بعدين بتقلل بتعمل دي كاربوكسيليز كمان نقلل السايد افكت بتاعت الدوبامين خارج السي ان سي او خارج البرين، يبقى هنا الليفودوبا بتحول الى دوبامين. اخر حاجه بنبتدي ندي حاجات اللي هو الامانتادين بايند تو اند بلوك ان مثال دي اسبارتيت، يبقى الامانتادين. ولذلك احنا هنا في الامانتادين احنا ساعات بنستعمله عشان نقلل الاكسيديت او الاكسوشن بتاعت ان مثال دي اسبارتيت. بندي الانتي كولينرجيك لانها بتعمل بلوك للاسيتايل كولين ريسبتور، بندي الليفودوبا اللي هتحول الى دوبامين،
بندي ماو انهبيتور بتعمل لنا بوتنسيشن للدوبامين وبتقلل الميتابوليزم بتاع الدوبامين. فعشان كده احنا اد اون الماو انهبيتور والدوبامين اجونست. الكرتون ده بيلخص الادويه كلها وانسايد والفايده بتاعه كل دواء. وين تو ستارت تريتمنت بقى؟ امتى بنبدا؟ الاول كنا بنبدا قعد طلعت شويه ايام كده لا ما تديش الليفودوبا بيحصل اكسبوشن للدوبامين سيلز فبنأجل وده كتير قوي. انما هو دلوقتي ابتدى انت عيان جالك ومحتاج تعمل ايه؟ لازم هتدي له دواء ولا مش هتدي له دواء؟ يعني الحكايه بتاعت اللي هو الدوبامين ريسكس امبيرمنت الكواليتي اوف لايف ده هتسيب العيان يبقى في اللي هو كواليتي اوف لايف وهتسيبه تأجل له؟ ما ينفعش الكلام ده. يبقى احنا هنا لازم نشوف وين كل الادويه دي وكل الحكايه بنحسبها ريسك فيرسس بينفيت. يعني ريسك فاكتور فيرسس بينفيت ريسك فاكتور. نشوف العيان اذا كان محتاج يبقى هندي له العلاج وهنتابع الشغلات الحكايه دي. ميني بيش انفريد اوف تريتمنت كلهم بيخافوا يقول لك ده بيعمل سايد افكت بيعمل لنا اللي هو الديهايدريشن يبقى لذلك هنا ان احنا بنضيف الدوبامين اول حاجه عشان نقلل وبعض الادويه اللي تقلل لنا الاوكسيديتيف ستريس. هاو تو ستارت تريتمنت بقى يبقى قلنا امتى؟ اكوردنج للعيان اكوردنج للايدج اكوردنج للسكس واكوردنج للستيج. دي بتخلينا نبدا العلاج امتى قدام. هاو بقى ستارت؟ هنا الايرلي تريتمنت شول بي دايركتد باي سايكولوجيكال ايدج اوف ذا بيشنت زي ما قلت لحضراتكم وال ادفوكيت ذات اليانج بيشنت شول بي تريتد ويز ادوبامين اجونست اند ذا ايلدرلي ويز ليفودوبا. ليه بقى؟ التولرابيلتي الليفودوبا بالايلدرلي احسن من اليانج ادلت. يعني اليانج ادلت ما بيحصلهمش تولرابيلتي ويحصل السايد افكت بتاعت الليفودوبا ما بتبانش بالايلدرلي زي الايه؟ اليانج ادلت عكس ما احنا عارفين. يعني انت لو اديت ليفودوبا في اليانج ادلت السايد افكت بتاعته بتظهر اكتر بكتير جدا من لو انت اديتها ايلدرلي. فعشان كده بوست بوند الليفودوبا في اليانج ادلت لحد ما يبقى ايلدرلي وبندي في الاول اللي هو الدوبامين او الماو او الكومت او الكلام اللي هو اللي موجود ده. Due to the good tolerability on في الليفودوبا وشورت اكسبيرينس لايف. طيب اليانج بيشنت سبوست تو جيت تريتمنت ويز ا لونج اكتنج دوبامين اجونست اللي هو الحاجات اللي نعرفها هتقلل لنا الموتور كومبليكيشن. والعيانين اللي بيستخدموا اقل وده للجرعه اللي بيستخدموا 400 500 مللي جرام ليفودوبا بردين less likely to develop this kinase. يبقى هنا بنقررها عشان ما يحصلش افكت بنختار الايدج اوف ذا بيشنت بنختار الجرعه نفسها نقللها الجرعه نفسها صغيره عشان التولربل. يبقى هنا بيكمل كبرت الدوز جيفن تو فيميل شود بي less than recommended for more heavy men لانهم عندهم التولربيلتي في الفيميل اكتر من المن والميتابوليزم في الفيميل احسن من اقل شويه بتتاخر شويه فبيحصل تاخر الاكسكريشن بتاع الدوبامين فبيختاموا عنده جرعه اقل من البيت. يبقى هنا الحاجات دي كلها احنا عرفنا هنبدا امتى الليفودوبا في اللانج ادلت يبقى نديها بكيرفول قوي وهاير دوز از نيتد اديشن اوف ماو. اذا احتاجنا جرعه اكبر من الليفودوبا بلاش نضيف ليفودوبا نضيف حاجه ادجوفنت معاها زي الماو انيبيتور ان احنا نقللها الميتابوليزم بتاع الدواء اللي هو موجود فتحتفظ بالدوبامين اللي هو اللي موجود. الدوبامين اجونست في اليانج ادلت از ستيل ريكومندد زي ما قلنا كده. الدوبامين اجونست اسوشيت وذ سادن سليب اتاك اللي هو المشاكل اللي احنا والامبلس كنترول ديس اوردر. باثولوجيكال كامبنج اللي هي الحاجات اللي باثولوجيكال كامبنج والشوبنج والحاجات اللي احنا بيشن هو وير اولويز نوفلي سيكر اور يوز دراج اند هاف ا فاميلي هيستوري اوف ادكشن ار سبيشلي برون تو ديفولب ساتش سورت. يعني كان في فاميلي هيستوري اوف ادكشن وحتى ابتدوا يقولوا الدوبامين ادكت ان هو بيبقى هانج اوفر على الدوبامين في عينين بيبقى هانج اوفر قوي على الدوبامين وبيحصل لهم ادكت للدوبامين. و الايرلي ديفيكالت تو ديفاين وين شود بي بيهيفير ان باركنسونيان ديزيز. ديسبايت اوف ذيس كونسيدريشن از ستيل ترو and important to note that all bipolar study موجود. الجديد بقى ال starting treatment with other drugs اللي هو زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنستخدم بعض other drugs اللي هو زي اللي بيشتغل على الجلوتاميك واللي بيشتغل على الدوبامين وبيشتغل على زي الامانتادين وغيره. طبعا ده الجدول اللي احنا بنقول عليه اللي هو الموجود. هو في بس كلمه عايز اقول اللي هو الريسنت دلوقتي اللي هو الحاجات اللي موجوده دلوقتي
ابتدوا يعملوا، ودي ما اعرفش معقول، لا ابتدوا في بامب تارك على الاسترياتر وبيحقنوا اللي هو جلايال درايفد نيوتروفيك بروتين، وده بيشتغل على الالفا سينوكلين. وزي ما دكتور بروفيسور نيكولاس قال ان في اكسس ما بين البرين وبين الجهاز، بنلاقوا في علاقه ما بين الابندكس وما بين الباركنسونيزم. الابندكس فيه حاجه اسمها الفا سينوكلين بروتين، والالفا سينوكلين بروتين دي بتتنقل عن طريق الفيجاس نيرف للبرين وبتعمل دامج للبرين للدوبامين برين سيل برودكشن. وده يمكن شغل عايزين نعمله، تشوف الانسنس والباركنسونيزم الناس اللي عن ابندكسكتومي والناس اللي ما عملوش ابندكسكتومي. ومن الحكايه دي ابتدوا يشوفوا الالفا، وده ديزيز موتيفايد سيرف، ابتدوا يشتغلوا على الالفا سينوكلين بروتين عشان يقللوا الباثوجينيسيس او الباثوي بتاعت الباركنسونيزم. ولذلك ابتدوا يجيبوا المواد دي ويحقنوها، بيعملوها انفيوجن، بس بتاخد اسابيع كثيره جدا انفيوجن عن طريق الاسترياتم عشان تمنع البرين الدوبامين برين سيل ديجنريشن او انجري للبرين سيل. اذا هنا بقى عشان الفيرست شويس والسكند شويس خلاص خلصنا الكلام ده، لازم بس الكونكلوجن. يبقى زي الابو مورفين دلوقتي بقت موضه جدا دلوقتي على الابو مورفين وتترا هيدروكانابينويد. انا على فكره عامل رساله جيوز اوف كانابس اس انتيبليبتيك سنه 78، ابتدت موضه كلها دلوقتي، ابتدى الشغل الكنابس دلوقتي. تترا دلتا 9 تترا هيدروكانابينويد بيبتدي يشتغل على الريسبتول وبيعمل كومبتيتيف انهيبيشن مع الريسبتول اللي هو الموجوده وبيشتغل انفليتنج. فابتدوا في شغل دلوقتي على Dear doctor, your time is up. صورة أويل شرب أو سبراي بيعمل سبراي عن طريق النوز. نخلص من ده كله إن according to the age, according to the stage, according to the side effect of drug, we should select the best drug for the best patient. Thank you.